وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى كوت ديفوار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023. وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ويستهل الفراعنة مشوارهم في الكان بمواجهة المنتخب الموزمبيقي مساء الأحد المقبل الموافق 14 يناير. ويتطلع المنتخب المصري لتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات بلقب كأس أمم إفريقيا خلال نسخة 2023 والظفر بالنجمة الثامنة. ويحمل المنتخب القومي أحلام الملايين من الشعب المصري في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 14 عاما بعد الإخفاق في نهائي نسختي 2017 و2021. محمد صلاح ورفاقه من نجوم المنتخب المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا في مهمة إسعاد المصريين والذهاب بعيدا في منافسات كأس أمم إفريقيا وإضاءة أحلام وطموحات أنصار أحفاد الفراعنة بنجمة ثامنة ولقب يثلج الصدور من قلب كوت ديفوار.